السلام عليكم، فراس غازي المصطفى، أخصائي أمراض الدماغ والأعصاب في مستشفيات المانع. نقوم في عيادة أمراض الدماغ والأعصاب بتشخيص وعلاج الأمراض العصبية المزمنة وتشخيص الأمراض العصبية الحادة، ومن تلك الأمراض المعروفة أمراض المشاكل المادة البيضاء في الدماغ أو الحبل الشوكي كالتصلب اللويحي أو ما يسمى بمالتيبل سكليروسس، وذلك عن طريق متابعة ومقارنة الحالة السريرية للمريض مع التشخيص السريري، ومن ثم عمل الفحوصات المطلوبة اللازمة لإثبات المرض، وذلك بالرنين المغناطيسي للدماغ، الحبل الشوكي، عمل تخطيط للعصب البصري، عمل أيضا إن احتجنا إلى بزل سائل النخاع الشوكي لمتابعة العلامات أو الماركرز وإثبات المرض. وعلى إثر ذلك نقوم بالبدء بالعلاج حسب الحالة السريرية للمريض وحسب اشتراطات معينة نتابعها مع المريض لاختيار الدواء المناسب، ومن ثم المتابعة الدورية في العيادة.